السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نعمل رندر في الريفت. أول حاجة أفتح مشهد يكون مشهد 3D وليكن دوت، وأجي هنا أختار لو أنا عايز أختار من هنا أي مشهد من المشاهد، بيجيب لي حاجة 3D اللي متاحة. هنا هقول إن عايز أعمل رندر، عندي رندر انتراكتيف، فبيبقى عايز جهاز قوي بحيث إن كل ما أعمل أي تغيير رسمت حيطة غيرت في حيطة بيعمل رندر وأشوف الحاجة في الريال تايم أو رندر برودكشن. فبيبدأ يعمل الرندر، بيبدأ ياخد لي اللقطة، أقدر أشوف التاريخ بتاعة اللقطات، يعني أنا غيرت حاجة وأبدأ أشوف الهيستوري بتاعتي، أقدر أعمل كذا واحدة دلوقتي زي ما شفت مع بعض. طيب هنيجي هنا، تقدر تسيف المشهد اللي أنت عملته الرندر دوت، أو ممكن تلغي المشهد، ممكن تعمل مقارنة بين حاجتين تعملهم. تمام، وهنا تحدد المشهد الأولاني وبعد كده تحدد المشهد التاني وتعمل مقارنة بينهم. هنا هتشتغل بنظام ال RGB، تمام، اللي هو Red Green Blue، ولا عايز تحول نظام ألفا، ولا عايز تشوف الحاجة أبيض وأسود بالشكل دوت أفلام قديمة. ممكن تسيف السنة اللي موجودة دلوقتي عشان تبقى ترجع لها تاني، تمام، بأي اسم أنت عايزه. طيب ممكن أجي بقى من هنا ال Connection Control، أقول له مثلا أنا عايز Exposure بحيث إن أنا أتحكم في الإنارة، تبقى حاجة بالشكل دوت. تمام زي ما انت عايز هايلايت، وتستراكت الوايت بالانس، ممكن بقى تغير تخلي الخلفيه مثلا الاناره واخده لون ازرق شويه، واخده اللون ده شويه. ممكن تقول له هيو، هتلاقي الإعدادات بتاعتها دي، كل دي إعدادات بتخليك تتحكم في اللقطة نفسها بحيث تطلع زي ما انت عايز، حاجة عايز حاجة واقعية شوية، عايز حاجة يكون فيها غروب شوية. فتقدر توزن الإنارة. طبعا دي من الحاجات القوية في الـ V-Ray، يعني الإمكانيات دي مش هتلاقيها في الريفت العادي، وفي نفس الوقت الحاجات دي مش هتلاقيها بس مش هتلاقي اقوى منها بكتير في الماكس. يعني هي الفيري هنا بتديله الكلر اهو، الفيري هنا اقوى من الريندر اللي موجود في الريفت، بس اقل بكتير من الريندر اللي موجود في الماكس. يلو يعني الناس المختلفه ماكس هتلاقي ان هو بياخد الشغل ويوديه هناك ويبدا يعدل فيه. الجرين مثلا تقدر تلعب فيه شوية. واحد بس باك جراوند ايمج تقدر تضيف خلفية للباك جراوند، لود تقدر تضيفه، هو اصلا بيجي معاه شوية صور كويسة،